يسعد صباحكم. شو هالحلو هذا، طلع لأحلى هالبوكس وهالكلمات المعبرة، عودة الأحفاد لخبز الأجداد. شو حلو من الريف. تعالوا نفتح نشوف. طبعا هو صحي وهيلثي. الله، شوفوا هالخبز هذا اللي أنا بعرف إنه هو خالي من المواد الحافظة ومكوناته، طلعوا ما في سكر، وكمان خالي من الدهون والملونات، ومحضر من مواد طبيعية. طلعوا هذا خبز الشعير، شو حلو خبز بذور الشيا. تعرفوا أنا كتير ماشي على مش بس الدايت على فكرة، يعني الواحد لازم يكون عنده لايف ستايل بحياته. خبز الريف الصحي بيناسب كل الأعمار على فكرة، وهاي الأشياء كمان بتناسب اللي عنا مشاكل معدة، قولون عصبي زيي وغني بالفيتامينات، لأنه أكيد ما بدنا شيء. يعني كيف بدي أقول لكم، لو بتعملي دايت لا تستغني عن الفيتامينات. فطلعوا هاي فايبر، هذا كتير 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 مهم بالذات للي عنده مشاكل بالقولون. خبز الشوفان ثانكيو كتير. اللي بعرفه كمان انه هذا الخبز فيكي تحطيه بالفريزر لمدة 6 أشهر وما بصير له اشي، وتقدر تستخدميه دائما. كتير حلو انه يعني يكون هيك كمان عنا صنع في الامارات. هذا شيء كتير فخر لإلنا. ثانكيو كتير الريف، و ثانكيو عن جد عن جد. يومي كتير حلو اليوم. شوفوا هلا اليوم الصبح راح اختار الهاي فايبر، طبعا الكاربس 21. اوكي احنا باول اليوم بدنا كاربس، وطبعا طلعوا الالياف 15% which is very good. الدهون 10 no problem، وهاي بروتين اهم شيء. راح اخده مع افوكادو وماي بروتين ايج no problem. good morning.